جزاكم الله بالخير والنور والسر. جهزوا ياكم الحين السلطه. طيب زيت زيتون وجبنه حلوم مربعه، حط عليها شويه فلفل ميرو شويه عسل، بشوح الجبنه شوي، قلبت الجبنه شوي لون. الحين ببدا اجهز الصوص. اول شيء فصدوا عصير ليمون، زيت زيتون، خاشوقه صغيره ماستر، العسل ميكس حلو ويا الماستر، شويه فلفل اسود، شويه ملح، شويه خل، ما راح ازيد. بجهز السلطة، بسوي السلطة في الجار، بحطها في الثلاجة لين تبرد. أول شيء بحط الطماطم الكرزي والبصل، بحط جزء من الصوص والبصل يتخلل، الجرجير، بحط رمان، خيار، وصدور دياي. خلصت السلطة، حطيت الصوص بس شوي تحت، باجي الصوص حطيته في الغرشة، خليه في الثلاجة لوقت ما أبي أكلها.